صباح الخير عليكم مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات. موضوع النهاردة هيكون عن الثانوية العامة، أو بعبع الثانوية العامة اللي بيسكن كل بيت مصري وبيسبب فيه اليأس والخوف والرعب. كل طالب فينا بيبقى حاطط لنفسه هدف وحاطط لنفسه حلم يوصل له. دايما بنواجه كلام كتير قوي، إحباط، ابقى قابلني لو فلحت، ابقى قابلني لو نجحت. بس اوعى تستسلم لده وخلي قدامك هدف عشان تقدر تحقق حلمك. مثال على كلامي الفنان الكبير أحمد حلمي واللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، اللي مثل أعلى لناس كتير، لشباب كتير اليومين دول. إيه رأيكم في كلامي؟ الأول أرحب بيكم، أهلا بيك يا أم. أهلا بيك يا إلهام. أهلا بيك يا أم. قولوا لي إيه رأيكم في كلامي؟ هو فعلا الثانوية العامة أهالي كتير بيضغط على الطلبة بطريقة لو انت مش هتفلح، انت مش هتنفع. وهو التعليم اصلا يعني في ناس التعليم عندهم يعني ايه، انت لازم تحفزه، انت لازم تشجعه ان هو يجيب مجموع، ان هو لو انت عايز تجيب مجموع عالي فانت فيك تشجعه ان هو يوصل للمرحله دي. ما ينفعش خالص ان انت تحبطه تماما، انت مش هتنفع، انت مش هتجيب مجموع، انت كذا انت كذا، لان ده بيؤثر عليه بطريقه سلبيه وبتيجي عليه بنتائج سلبيه كتير، وممكن فعلا ما يجيبش اي ما يجيبش درجات عاليه وما يفلحش في المستقبل. امل قولي لي ايه رايك، هل النجاح متوقف على الثانويه العامه؟ لا طبعا، حاجه اكيد ان لا طبعا، لان النجاح مش متوقف على نقطه واحده، لان النجاح متوقف على عوامل كتيره جدا، منها التعلم، الثقه بالنفس، الاكتفاء بالذات، الاستقلاليه، الايجابيه. فلازم الطالب يكون مركز على نقطة نجاح، نقاط نجاح كتير، يعني مش هتوقف الحياة على نقطة واحدة بس. يعني الثانوية مش هي النهاية؟ لا طبعا. أمل تقولي إيه للأهالي اللي دايما حاطين أولادهم أو الطلاب اللي في الثانوية العامة في ضغط؟ هو خلينا متفقين في الأول إن الضغط بيبقى على أهالي كمان، فممكن هما من الضغط اللي عليهم بيحطوا الطالب في الضغط ده. طبعا ده مش صح، لأنه بيخلي الطالب الضغط ده بيخليه يبقى بينهي معاه نهايه مش كويسه. فاحنا ممكن نعمل لهم تاهيل نفسي، ان احنا ناهلهم ازاي يذاكروا وازاي يطلعوا ده بنتيجه كويسه وازاي يكونوا حاجه كويسه، او ناهلهم ان انت كمان حتى لو ما وصلتش لكليه القمه اللي هي بالنسبه لنا كلنا حلم، لا انت ممكن توصل لحاجات تانية كتير. طب ايه المناخ المناسب او ايه الجو المناسب اللي الطالب يقدر يذاكر فيه ويجيب مجموعه منه؟ والله انا اشوف الاول، اقعد معاه اشوف ايه هو نفسيته بترتاح في ايه وممكن انفذه له ازاي. كمان ممكن اغير الروتين، الروتين اصلا قاتل لكل شيء، يعني لكل شيء عموما. تمام. الهام نصيحتك ايه لطلاب الثانويه العامه؟ نصيحتي لطلاب الثانويه العامه ان هم يبداوا يعملوا جدول لنفسهم وخطه من اول السنه لغايه اخرها، خطه في المذاكره وتنظيم وقتهم، ولازم ما يفوتوش دروسهم خالص، يبداوا يذاكروا ويلموا المنهج اول باول عشان خاطر ما يزنقوش نفسهم اخر شهر او اخر شهرين يلموا المناهج فيها، لان ده هيعمل لهم ضغط نفسي وده بيخلي ان هم مش هيستوعبوا اللي هم بيحاولوا يذاكروه. انما لو هم ذاكروا اول باول وعملوا جدولا من اول يوم في الدراسه وبداوا يروحوا دروسهم ويجتهدوا، هيقدروا فعلا يجيبوا مجموع حلو. امل قولي لي ازاي الطالب يواجه الاحباط والياس ويقدر يتخطى ده؟ يواجه الإحباط عن طريق تجاهل أي أفكار سلبية تجاه التعليم، يتجاهل الناس اللي بتحبطه، يبتعد تماما عن الناس دي، لأن الناس دي طالما بتحبطه الناس دي يعني وراها فشل، فما ينفعش يركز على الناس النقاط السلبية بالنسبة لنجاحه في حياته عامة. وياخد مثال الناس اللي نجحت ووصلت، و زي مثلا طه حسين رغم فقدان البصر الى انه وصل لمراحل نجاح كتير جدا في حياته، ولقب بعميد الادب العربي. ومثلا زي اللاعب الكبير محمد ابو تريكه، كان لاعب بسيط في نادي الترسانة المصري، وبعد كده اصبح قائد الدوري المصري لفريق الدوري المصري عام 2009. فمش لازم ومش لازم يركز على نقطه واحده، لازم يكون قدامه او يضع لنفسه موسوعه من الاهداف، بحيث لو فشل في هدف ينجح في الهدف الثاني، عشان ما يحطش نفسه في دايره معينه.
او في حاجه تحكمه ان هو ما ينجحش، او مثلا يوصل لمرحله الاكتئاب، يوصل للضغوط نفسيه تؤدي به مثلا لا قدر الله الانتحار او اكتئاب نفسي، ينعزل بيه عن اي حد. فما ينفعش نركز على نقطه واحده. يعني الحلم مش متوقف لا على الثانويه العامه؟ لا طبعا. منا تقولي ايه للطالب اللي بيأجل كل حاجه، دروس ومذاكره، لاخر شهر في السنه؟ هو في النهايه ده ليك وعليك وهتقوم بيه، لان ده هدفك وحلم تمام. بس انت لما بتأجله لاخر شهر ده في معلومات كتير بتقع منك، ما بتقدرش تكون ملم بالماده بشكل كافي، فبالتالي مجموعك فيها مش هيبقى تمام، فبالتالي مجموعك هيسقط في الماده دي والماده دي والماده دي، مش هتجيب الحلم اللي انت عايز تحققه. في الاخر بيبقى في احتمالات تانية بنعلق عليها بقى ان فشلنا، او بنعلق عليها اخطائنا. تراكمات بتجيب ضغط نفسي للطالب، بحيث لو هو مثلا ما بصتش طريقه المذاكره بتاعته هتجيب له ضغط نفسي وهتجيب له اكتئاب، هيدخل في مرحله فشل. بس هو عامه يعني الفشل سر نجاحنا كلنا، يعني اول خطوه للنجاح فشل. ايوه طبعا اكيد، لان الفشل، لان انا لو فشلت في حاجه من هضطر ان انا ايه اعمل حاجه احسن عشان اوصل لنجاح باهر، وابقى بي يعني مقيم بين اهلي وبين ناسي وبين الحته اللي انا او المنطقه اللي انا قاعد فيها. الهم تنصحي ايه كل نصيحتك ايه لكل طالب فشل في الثانويه العامه، وازاي ان هو يقدر يتخطى الفشل ده وينجح، او تكون دي خطوه البدايه للنجاح؟ مبدئيا خلينا متفقين ان مفيش حاجه اسمها كليه قمه، في حاجه اسمها انا دخلت في مجال كذا، حتى لو كليه قليله او معهد، فانا ممكن ابداعي او اللي انا حب في المجال اللي انا فيه اوصل للقمه. مفيش حاجه اسمها بني ادم فاشل، انا وقعت فين اقدر اقوم تاني؟ طول ما الحياه ماشيه انا ممكن انا هقوم وهنجح واوصل للقمه زي ما انا عاوز، بس اهم حاجه عندي يكون قدامي حلم وعندي تفاؤل ان انا ربنا هيكرمني. يعني مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها فشل، مفيش حاجه اسمها فشل بالظبط. في حاجه اسمها انا بحلم، انا احلم ان انا اوصل للمرحله اللي قدامي لازم انا احققها، زي ما وقعت هتقف تاني. طب تفتكري الدروس الخصوصية هي اللي بتوقع الطالب ان لا. هو تراكم عليه المنهج؟ لا، هو مش هي اللي بتوقع الطالب، الطالب اعتماده عليها، هو بيعتمد عليها اعتماد، مش هقول لك يعني 25% لا، ده بيعتمد عليها بنسبة 95% طالب، وبعدين بيجي في اخر شهرين ويجي يلم المنهج، وده غلط، لان ما ينفعش اهتمامك كله يبقى في الدروس الخصوصيه بس، يبقى فيها اهدار للوقت كمان فظيع، فما فيش مذاكره. انا بحضر دروس بحضر دروس بحضر دروس، مفيش مذاكره بالظبط كده. لازم ينظم وقته بين وقت الدراسه ووقت الدروس ووقت المذاكره، لازم يكون منظم في حياته العلميه عشان يوصل لحياه ناجحه، في حياه عمليه ناجحه. يعني اكيد ده كل واحده فيكم اتقال لها بيقابليني، وبنت خالتك عملت كذا، وبنت عمتك وصلت لكذا، وانت لازم تبقي احسن بالظبط كده، الكلام ده كله. طب قولي لي عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه، كنت بواجهها باكتئاب زي اي طالب، اكتئاب واحباط نفسي، وما كنتش بقدر اوصل اللي انا عايزاه، عشان انا كان عقلي ساعتها مش جايب الا ده، فهم اللي حواليا مش قادرين يتعاملوا مع ده بشكل كويس. يعني كان ليكي خطوه فشل في حياتك وصلتك لنجاح؟ طبعا، واولها وكانت برده في الثانويه العامه، ان انا كان عندي حلم كبير واهلي كان عندهم حلم كبير فيا، وبرده الاحباط والطريقه هم اللي وصلوني ان انا فشلت. طبعا يعني كلمه ابقى قابلني، لا طبعا اكتر كلمه بتتعب، اكتر هي اكتر كلمه بتقابلنا، بس انا على فكره دي مش متوقفه على الدراسه بس. ايوه فعلا، في حاجات كتير في شغل مثلا، في الشغل وفي في كل حاجه، مش خاصه بالدراسه بس، اي حاجه بتعملها جديده معين، بس اي حاجه متوقفه. بس انا دايما بقابل الكلام ده بالتفاؤل والثقه في ربنا قبل اي حاجه طبعا، والثقه في نفسي. يعني للاسف بقى الوقت انتهى معانا النهارده، شكرا لكم، استنونا في حلقه جديده برنامج فضفضه.